نستمع مع حضراتكم إلى كلمة معالي السيد الداه والسيدي أعمر الطالب، وهو وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بدولة موريتانيا الشقيقة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم صاحب المعالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أصحاب المعالي والسعادة، أصحاب الفضيلة أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني وأنا أحضر هذا المؤتمر الدولي المبارك أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى جمهورية مصر العربية من خلال وزارة الأوقاف على الدعوة الكريمة وعلى هفاوة الاستقبال وعلى الضيافة التي حظينا غير الضيافة المعهودة في هذا الشعب الأبي التي حظينا منها بما لو حظي به حسان بن ثابت رضي الله عنه لو طفق الشوك إن كان في الناس سباقون بعدكم وكل سبق لأدنى سبقكم تبعوا سجية تلك فيكم غير محدثة إن الخلائق بعد انحرف البدع. أيها الإخوة الكرام، جئنا من موريتانيا بلاد شنقيط بلاد المنارة والرباط إلى جمهورية مصر العربية أرض الكنانة والفتوة ومهبط الوحي والنبوة، حاملين معنا تحية السلم والسلام والأمن والأمان من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني والحكومة والشعب الموريتانيين. جئنا حاملين معنا غصن الأمل الذي لا رافض، غصن الأمل الرافض لكل يأس، وغصن المحبة الرافض لكل كراهية، وغصن الوئام الشامل لكل أنام. أيها الإخوة الكرام، إن الموضوع الذي شرفتموني بالتحدث معكم حوله أعني موضوع عوامل بناء الدول، موضوع جد متشعب، موضوع يحتاج إلى ندوات كبيرة وملتقيات كثيرة على غرار ما قمتم به مشكورين، موضوع لا سبيل إلى حده ولا استقصائه في مثل هذه العجالة الخاطفة، ولكن ما لا يترك كله بعضه لا يترك كله. إن موضوع بناء الدول يرتكز أساساً بالنسبة لي على أربعة أسس، أساسها الأول وهو أشرفها هو العلم الذي شرف الله به من شاء وثلث بشهادة أهله في مقام الوحدانية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن اشتغال الدولة بغرس العلوم بين أبنائها وأجيالها الناشئة هو المبدأ الأول والأخير الذي تدعو إليه تجارب الإصلاح عبر مسافات الجغرافيا وامتداد العصور. وانظروا إن شئتم بكل تمعن وتأمل حال الأمم التي قدمت بناء العقول على تجهيز الحروب. كذلك من أهم هذه العوامل هو اكتساب العلوم الحديثة العصرية وتطويرها لصالح الدولة
الخليجية، ومن أجمل ما يحضرني في ذلك الآن هو قول شاعركم أنتم أيها المصريون وولد محمد الهام رحمه الله: ربوا بنيكم علموهم، هذبوا فتياتكم، فالعلم خير قوام، والعلم مال المعلمين إذا هم خرجوا إلى الدنيا بغير حطام. وأخو الجهالة في الحياة كأنه ساع إلى الهجاء بغير حسام. الجهل يخفض أمة ويذلها، والعلم يرفعها أشد مقام. انظر إلى الأقوام كيف سرت بهم تلك العلوم إلى المحل السامي، لراكب متن الرياح كأنهم ملك يصرف أمرها بزمام، أو محدث بالكهرباء عجائبا، أو رائس بالفلك أو عوام، أو مرسل وحي الهواء، أو منطق ثم الجمال بأحرف وكلام. هذا هو العلم الحديث، فأقبلوا زمر عليه يا بني الأهرام. هذا هو العلم الحديث، فأقبلوا زمر عليه يا بني الأهرام. لكنني التمس من جلالكم الكريم أن تسمحوا لي بتغيير الكلمة الأخيرة من بيت شاعركم الأخير، ليمكنني أن أقول: هذا هو العلم الحديث، فأقبلوا زمرا عليه يا بني الإسلام. أيها الإخوة الكرام، لو انتقلنا إلى إحاد كتاب الله لنتأمله معا قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لعلمنا مكانة العلم وشرفه أيا كان وكيف كان. يقول علماء البلاغة والتفسير عند هذه الآية: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الفعل من الأفعال المتعدية كما تعلمون، لأن علم تتعدى لمفعولين وتتعدى لمفعول واحد إن كانت بمعنى العرفان، كما يقول ابن مالك في ألفيته: لعلم عرفان وظن تهمة، تعدية لواحد ملتزم. والفعل هنا عمل معاملة لازم، فلم يقل تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون الفقه مثلا، أو لم يقل: قل هل يستوي الذين يعلمون الحديث ولا التفسير. لا، الفعل عمل معاملة لازم ليدل على شرف المعلوم، سواء كان فقها أو حديثا أو تفسيرا أو طبا أو هندسة أو غير ذلك. فيكون المعنى: هل يستوي من له صفة العلم ومن ليست له؟ فدلت هذه الآية الكريمة على شرف العلم أيا كان وحيث كان. الأساس الثاني من هذه الأسس الأربعة التي يرتكز عليها عوامل بناء الدول هو العمل. فالعمل أخو العلم، وهما كما يقول الأعشاء: رضيعي لبان ثدي من تقاسما، بأسحم داج عوض لا نتفرق. فكما أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أيضا لا يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون. فبناء الدولة مرتبط بعمل الأفراد وسلوكهم ارتباطا لا انفكاك له. وضمن شئتم قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. وانظروا إلى الحديث الشريف: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة بين استطاع أن لا يغرسها حتى تقوم فليغرسها. وهكذا دأب سلف هذه الأمة من صحابة وتابعين وتابعيهم على الأمل اقتداء بالنبي الكريم، إذ في ذلك يقول شاعرهم: لئن قعدنا والنبي يعمل للاكمن العمل المضلل. هكذا دأب سلف هذه الأمة على العمل اليدوي ابتغاء للأجر وبناء لدولة الإسلام. الأساس الثالث، وأود الكلام بشكل مختصر لأن الوقت بدأ يشير إلى الانتهاء كما يقول الأخ. الأساس الثالث من هذه الأسس التي تبنى عليها الدولة هو
وأنا في غنى عن التحدث عن مكانة الأخلاق في الإسلام والمسلمين وما تعود به على الفرد والمجتمع. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الأساس الرابع من هذه الأسس هو حب الوطن الذي هو من الإيمان. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وهو قائل حين أخرجه قومه من مكة: والله إنك لا أحب البقاع إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرج. وهكذا كان حال أصحابه رضوان الله عليهم. فها هو بلال بن رباح في أثناء مرضه تلتقط أضلاعه شوقا وحنينا إلى مكة، يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إدخل وجليل، وهل أذن يوما مياها لجنة وهل يكون لي شعبكم وطفيل. فحب الوطن من الأمور من الغرائز البشرية، والطباع تعرفه الطباع السليمة أيا كانت، ولا يختص بعصر من العصور. فها هو حال الشعراء الجاهلية وفي الإسلام: فتأملوا إن شئتم قول الصم القشيري: حنت إلى ريا ونفسك باعدت مزارك بالضيا وشعباكما معا، فما حسن أن تأتي الأمر ضائعا وتجزع عن داعي الصبابة أسمعا، قفا وكعا نجدا ومن حل بالحمى، وحق لنجد عندنا إن مدعا ولما رأيت البشرى عرضه منا، وجالت فناة الشوق يحن مزدعا بكت لما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا. وها هو الآخر يقول: أحب بلاد الله ما بين منضج إلي وسلمى أن تصوب سحابها، بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها. وها هو الآخر يقول: وأنت التي حببت شعبا إلى بدا إلي وأوطاني بلاد سواهما، حللت بهذا مرة ثم مرة بهذا فطاب الواديان كلاهما. ولقد أحسن من تصرف في هذين البيتين وصرفهما للمصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: ألا يا رسول الله شرفت طيبة ومكة، لما صرت طرز حلاهما حللت بهذه مرة ثم مرة بهذه فطاب المنزلان كلاهما. أيها الإخوة الكرام، التحدث عن حب الوطن يحتاج إلى وقت كثير، لكن بما أن آخر هذه العناصر كان هو الحديث عن حب الوطن، فإنني سأختتم هذه الكلمة بما هو أهم من ذلك، بالحديث عن أول من وضع لبنة للدولة الإسلامية صلى الله عليه وسلم، بالحديث عن محبته وما قيل في شأنه وما مدح به، وإن كان في غنى عن ذلك إلا أن ألسنتنا تلتذ بذكر سماته وأفئدتنا تشتاق إلى ذكر سماته. تحضرني الآن أربعة نماذج لأربعة شعراء، أولهم شاعركم أنتم أيضا أيها المصريون، أمير الشعراء الأكبر أحمد شوقي، حيث يقول: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا. النموذج الثاني لشاعر لبناني، حيث يقول: قضى الله للعلياء أن تتجسدا، وقال لها كوني فكانت محمدا. والنموذج الثالث لشاعر موريتاني، حيث يقول: حب طه يستطاب، حب لا لاك الجناب، إن أرضا ليس فيها حب طه ليباب، وقلوبا ليس فيها حب طه لخراب. لكن العاطفة الشعرية والحاكمية الأدبية حكمتا علي بالختم هذه المرة لشاعر سوداني،
حيث يقول: الشوق حركني بغير ترددي، والشعر أبحر في غرام محمدي. إن صمت عن نظم الكلام تكلفا، فالصمت أبلغ في جلال المشهد. وإذا الهوى سلب الفؤاد، فإنني أسقي البلاغة من مديح محمد. قلبي يذوب لحبه، فغرامه وجه الحبيب الهاشمي محمد. ما إن مدحت محمدا بقصيدتي، لكن مدحت قصيدتي بمحمد. ما إن مدحت محمدا بقصيدتي، لكن مدحت قصيدتي بمحمد. هم يا زمان فلا أوان الموعد، وأرح مطيك عند باب محمد صلى الله عليه وسلم. أما نحن فسنريح مطايا الأمة جمعاء عند بابه صلى الله عليه وسلم، وعند رحابه الطاهرة، وعند قبته الخضراء، وروضته الشريفة، حاملين معنا آلام وآمال هذه الأمة، وراجين لها من الله جل جلاله أن يعيد لها عزتها، وأن يوحد كلمتها، ويجمع شملها، ويصلح أمرها. إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.